قتل 24 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في قصف لطيران الجيش العراقي استهدف مواقع للتنظيم في قرى شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى وفق مصدر عسكري عراقي. وقال مصدر في قيادة دجلة العسكرية إن طيران الجيش العراقي شن فجر اليوم غارات عدة على مواقع للتنظيم في قرى الفارس والعميرة والسحك في جبال حمرين شمال شرقي بعقوبة. وأضاف المصدر أن القصف أدى أيضا إلى تدمير 4 مركبات عسكرية تحمل أسلحة ومعدات يستخدمها التنظيم في عملياته.